السلام عليكم. ده نشوف ازاي نعمل سيركت مع بعض على برنامج تينكر كاد. هقول له كرييت نيو سيركت، وبعد كده هقول له ان انا عايز الباتري ديت. الباتري دي 3 فولت، فممكن تشغل الليد اهوت. طيب ده هنا الموجب وهنا الموجب، وده السالب وده السالب. فالسالب اهوت، وممكن نديله مثلا لون بلاك، وده الموجب، وممكن نديله مثلا لون ريد، ونقول له ابدأ ستارت. فقال لي ان في مشكلة، المشكلة دي ان لازم احط مقاومة. فانا هقول له ماشي، وابدأ احط له مثلا المقاومة بالشكل دوت. بقول له ستارت سيموليشن، فبدأت تنور. ممكن بقى نعلم على المقاومة هنا، ونقول له خليها مثلا 50 اهم بالشكل دوت، فهتبدأ تنور معانا. طيب خلينا نعمل تجربة ان انا هاخد حاجة بقى 9 فولت بالشكل دوت، تمام، وهبدأ اوصلها بالليد بالشكل دوت، تمام. طيب هنا هوصل دي بديت ودي بدي، واقول له ستارت سيميليشن. حصل قفل وحصل مشكله، ليه؟ على اساس ان محتاج ان انا اركب مقاومه. فهوجه هنا اقول له خلي ديت ريد ودي بلاك، واقول له انا عايز اركب المقاومه اهوت. اوصل دي بدي ودي بدي ديت، وهقول له ستارت، فتبدأ تنور بالشكل دوت. وخليني اخد منها كوبي او اعمل واحد تاني زيها. وعايز ابدا اقيس بجيب المالتيميتر اهوت، وابدا اقيس بيه اهو من هنا لهنا ومن هنا لهنا، وبرضه نفس الفكره هنا. نشغل، هنلاقي هنا ضربت لانها 7 فولت وهنا 2 فولت، فنورت، تمام. فزي ما انت شايف برنامج التينكر كاد نقدر نشرح للاطفال ونبدا نجرب الاجهزه بتاعتنا قبل ما نعملها وتحصل مشكله، وده هيفيدنا كتير لما نيجي نشتغل على الاردوينو ان شاء الله.